60 سنة. وبعد في أكثر ولوحدي، يعني عملت شغلي لوحدي طول عمري، فشوف بقى الطمع يا عيني عليا، يعني أي حاجة زيك يعني في طمع، تخيل طمع، طمع. بس كلمة طمع أنا عاوز أقف عندها شوية. أنت بقول عندك خلي إحساس إنه البعض يطمع في صباح بأشكال مختلفة يعني. عند الفنان مفيش أهل، مفيش أهل. لا الفنان ملوش علشان أهل. بيطمعوا فيه، عايزين يكونوا زيه، عايزين يكونوا مطرحه، لو تعب لو أي حاجة ما يسألوش. يعني أنا دلوقتي أكيد متأكدة إنه في ناس طماع كتير، يعني في ناس يا إمتى تموت وعاشت كتير وإمتى. أنا نفسي بسأل ربنا يعني السؤال ده، بقول له يعني ليه معيشني كده، كفاية تعبت. كفاية يعني انت تعبت تعبتي. ورغم عمري دلوقتي ورغم كل حاجة أحب الدنيا، بتحب الدنيا. بحب الدنيا، بحب الناس وكل حاجة، بشوف كل حاجة حلوة. مدام صباح، هاخد من الكلام، من كلامك، وابني عليه اسئلة. بس انت بتقولي انه الفنان احيانا لما بيقع محدش بيسأل عنه. خليني في النقطة دي، أنت عندك إحساس إنه في المحنة نكتشف الأصدقاء، في المحن نكتشف الأصدقاء. في محل يعني في ناس يبقوا قاعدة عارفة مستنيني امتى انام وامتى، يعني وحاجات كده مش لطيفة. يعني انا مثلا ما اقولش سن 10 سنين، اقول سن مظبوط 83 سنة، اقول حاجة خاصة سن بيا انا. صباح 83 سنة. الوسط الفني بقى كلهم سألوا عن صباح، ولا بعضهم زي ما انت قلتي يتخلون عن الفنان في لحظة المحنة؟ الحب الفنانين ما بيحصلش لحد غيري، بيحبوني حب مش طبيعي. لما جت لي الجلطة في المستشفى اللي بيسوها هنا، جالي ما اعرفش احط فين الورود والاحتفالات، وما احطش اعرف احط فين، بالاخر صرنا نحط على البلكون وبره الاوتيل لا يعني حقيقة عطف ما حصلش. ورئيس الجمهورية كاتب لي مكتوب وورد وبعته مع إنسان من الأسر، وقال له اسألها إذا حاجة عايزة. قذافي يعني كمان ساعدني كتير. القائد الليبي معمر القذافي سأل عليكي. سأل عني وبعت لي اللي أنا أعوزه، يعني ما فيش، ما استناش، ما فكرش، يجنن. وقعدت معاه كده فترة يعني سلمت عليه، لقيت الناس مثلا اوقات بتقول انه هو كذا او كذا. لقيته احلى رجال، ذوق وبيفهم، وحبيته قوي. اشترى لك منزلا، جاب لك بيت يعني، بيت. جاب لي بيت لي والبنتي، بس بنتي ما بتحبش تعيش هنا في أمريكا هي، فعندي بنت أختي جانو، فاديت لها البيت. أيوة جابها بيبي جديد كمان، بنات أختي ما لهمش حد إلا أنا، وأنا مربياهم وبموت فيهم. عندها ابنها دلوقتي إبراهيم، بتجنن للنهار قاعدة بلاهيه وبوكله، وهو لذيذ بشكل ما شفتش في حياتي. معطاءة دايما ميرسي صبوح. أوي. لكن الحالة الصحية، الأطباء الحالة الصحية أنا طيبة كويسة ومش كويسة، مش عارفة ليه. كويسة ومش كويسة. يعني أوقات قبل بفعل أحلى حال، مرات أبقى في أحول حال. يعني بعض الأوقات بتحس إن حالتك كويسة جدا، جدا وحالات تانية بتحسي بحس كده إن بهبوط شوية. هبوط. صبوحة ما اتكلمتش عن الموت قبل كده، بيجي في ذهنك ده؟ لا ما عارف الموت ما يعمل لي شيء، يعني لقيت نفسي كده حياتي في الحياة، ولازم أروح أرتاح ونشوف العالم الثاني ده أحلى من هنا ولا لا. بيجي في ذهنك هذا العالم الآخر؟ ما بخافش منه لأنك خلاص يعني حتى هو لسه من الدنيا،
أخذت كل حاجة، أخذت الموت والفرح والحب والأهل والأصحاب. صباح ليست خائفة من الموت، يعني انت الموت، وطبعا يعني انت اللي فتحتي هذا الموضوع، ما فيش حد بيحب يتكلم عن الموت، لكن انا قلت انه يعني هذه اول مقابلة احس فيها ان صباح تتحدث عن الموت. يعني انا ما يهمنيش. خلينا نتكلم عن الفلوس. بعض الفنانين والفنانات، يعني انا سمعت من فنانة بسألها بتعملي اعلانات ليه، فقالت عشان ما اوصلش لمصير سعاد حسني او صباح، بمعنى ان انا فجأة ملاقيش معايا فلوس واحوالي الصحية تتدهور وابتدي اتسول الفلوس. يعني صباح ما عملتش فلوس؟ عملت كتير، يعني يمكن كنت اشتري بيروت بالفلوس. بالفلوس، طب فين بس الفلوس دي؟ بالكرم شنيعة شنيعة، يعني ما اقدرش اقول لك. فمثلا جوزيه غريب بيعمل لي شعري ومكياج، يقول لي طيب روقي شوية، ما كل إنسان مية مية على المشي، تخرجوا من المحل 10,000 ولا أي حاجة. قلت له أنا كده، لو في دكتور يعمل لي علاج على المرض ده ما عنديش، أنا مريضة من المرض ده، ما أقدرش. مرض التبذير، ده مش تبذير، الكرم يعني. الكرم السترة، يعني أستر ناس. لا التبذير وحش، ما حبوش. أنا الحمد لله عايشة كويس أوي في حياتي، بس ما حبش التبذير. في الناس مثلا يبقى معاهم تاني يوم 10,000 جنيه، يروحوا يبذروهم أو يحطوهم، لأنه يعني بيبقوا مش شايفين فلوس فبيبذروا. لا التبذير مش منيح، خصوصا الفنان، لأن الفنان بيفتكر نفسه راح يضل عايش طول عمره ويصرف ويعزق، لكن هي الحكاية مش كده أبدا. ولو انه انا ما بحبش الفلوس الا لغيري. إلا لغير. طيب انا انت عايش بتقولي لو انت حافظت على الفلوس اللي انت حققتيها من الفن كنت اشتريتي لبنان كلها. يعني والله. صباح يعني الآن تقيم في فندق البعض كان يتخيل انها يجب ان تكون مرتاحة ماديا، يعني لا تعاني ماديا. انت نادمة على كده؟ أنا يعني ما بحبش أبعز دلوقتي، إنما زمان ياه. بعزقت كتير. طيب في لحظات المحنة يا صبوحة، الواحد بيعمل كشف حساب، يستعين